ونختم هذه النشرة بهذه التهنئة الخاصة المرفوعة لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى الحكومة الرشيدة وشعب البحرين الوفي، مرفوعة من جنودنا البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. وبدورنا لا يسعنا إلا أن نستذكر تضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني في ساحات العز والشرف ميادين القتال أن أهنئ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى حفظ الله ورعاه والحكومة الرشيدة وكافة شعب مملكة البحرين يوم الجلوس واليوم الوطني. ونعاهدكم يا صاحب الجلالة أن نكون عند حسن ظنكم ودمتم للبحرين وشعبه ذخراً.